كمان موقع فيتو قال ان استقر مارتين لاسارتر مدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على اجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق المنتظر لمواجهه طلائع الجيش. بينوي لاسارتر ان هو يرجع محمد الشناوي لحراسه المرمى على حساب علي لطفي بعد انتهاء ايقاف الشناوي طبعا ومشاركه الاخير برضو في مباراه المصري البورسعيدي الاخيره. كمان استقر لاسارتر على اعاده عمرو السوليه للتشكيله الاساسيه بعد انتهاء ايقافه هو الاخر، وده طبعا اللي حرمه برضو من مباراه المصري البورسعيدي. كمان بيدرس لاسارتر الاعتماد على رمضان صبحي اساسي في تشكيله النادي الاهلي، وممكن يكون ده على حساب الانجولي جيرالدو واللي شارك اساسي في مباراه المصري البورسعيدي الاخيره.